لأبناء شعبنا ولكل العالم أن الأبطال الغيارة وصلوا لآخر معاقل داعش تنظيم الدولة أو داعش أو غيرها من الأسماء التي يطلقها عليه خصومه انتهى ام لم ينته سؤال لا يزال يطرح بقوة رغم مضي نحو ثلاثه اشهر على اعلان رئيس الحكومه في العراق حيدر العبادي ما اصطلح على تسميته نصرا على تنظيم الدوله واستعاده جل المناطق التي كان يسيطر عليها في العراق لكن لصناع القرار الغربي وخصوصا الامريكي راي اخر صحيفه الاندبندنت البريطانيه تنقل عن مسؤولين غربيين قولهم ان هناك علامات على عوده تنظيم الدوله الى معاقله القديمه سواء في مدينتي الموصل وكركوك العراقيتين او مدينتي الرقه وديرزور السوريتين هذا الاستنتاج تدل عليه الهجمات التي شنها تنظيم الدولة في عدة مناطق بكركوك وخصوصا بقضاء الحويجه عندما نصب كمينا لقافلة عسكرية من ميليشيا الحشد سقط اثره عشرات القتلى من الميليشيا. وفي سوريا تنقل الصحيفة عن قياديين في ميليشيا سوريا الديمقراطية. تأكيدهم مقتل العشرات من جنودهم في هجمات للتنظيم على الرقة ودير الزور وتحول موقف الميليشيا المدعومة من واشنطن من المهاجم إلى المدافع كل هذه الإشارات لعودة تنظيم الدولة تقول صحيفة الاندبندنت البريطانية إلى أن أسبابها ترجع لتسرع حكومة العبادي بإعلان النصر قبل أوانه وهو ما عده خصوم العبادي ترويجا انتخابيا له أضف إلى ذلك الخلافات بين الخصوم في بغداد وأربيل التي فجرها استفتاء كردستان حيث تحولت القوات الحكومية لمواجهة الأكراد والسيطرة على كركوك والمناطق المتنازع عليها مع أربيل بدلا من إحكام قبضتها على كركوك وقضاء الحويجة كما يتهم محافظ التأميم السابق نجم الدين كريم واقع محموم من الصراع إذن يبدو انه يسير في دوامه كبيره المستفيدون منه هم ايران وامريكا ودول التحالف الدولي اضافه الى روسيا الذين راوا في استمرار الحرب على تنظيم الدوله منفذا جديدا يبرر لهم توسيع نفوذهم في العراق وسوريا بينما يبقى الخاسر الوحيد في هذه المحرقه المدنيون الذين يقتلون ويهجرون وتدمر بيوتهم تحت لافته الحرب على الارهاب